بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، وأحيي حضوركم في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية التي تتناول عنوانا هام في الساحة المحلية، وهو إسقاط الجنسية بمنظار القانون وحقوق الإنسان. ونشير بداية أن هذا اليوم هو يصادف الذكرى الأولى لتجريد مجموعة من المواطنين من الجنسية البحرينية، ولا شك أن الجنسية تعتبر حق أصيل لكل إنسان ولا يجوز إخضاعها لغير القانون، وهو حق ثابت وغير خاضع لتبدلات الظروف وتحولاتها، ولا يمكن أن تتحرك أيضا ضمن مجمل المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على هذه الظروف لكونها مرتبطة ببعد إنساني محض، لا سيما أنها تنعكس على الإنسان في حياته ومعاشه وممارساته اليومية، ولا تقف عند حدوده وإنما تتعداه إلى أسرته ومحيطه، بما يعني أن مجمل التداعيات يمكن أن تترك آثارها على كل هذه العناصر المحيطة بالشخص الحامل للجنسية حينما يتحول إلى عديم الجنسية. لا شك أن القانون الدولي الذي يعتبر المرجعية الأم في بناء القوانين المحلية قد أرسى قواعد وتشريعات تنص صراحة على كفالة هذا الحق وعدم المساس به من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 في البند 1، بحيث ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما، كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. لذا كان القانون الدولي هو السياج الحامي لحق الإنسان العام في جنسيته، كما أن التوقيع على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجعل الالتزام بهذا المبدأ أمراً حاسماً لا يصح تجاوزه. إن إسقاط الجنسية يفتح جدلاً واسعاً حقوقياً وقانونياً في الواقع البحريني، بما يجعل المسألة تحرك شجوناً وتفتح جروحاً، لا سيما أنها تلامس عمق الحاجة الإنسانية، وتدور أسئلة كثيرة حول الخلفيات والأبعاد، لا سيما أننا نتطلع إلى واقع أفضل نحو الاستقرار والبناء الوطني والنهوض الديمقراطي، حيث أن الوضع بات يشكل هماً واسعاً للساحة المحلية بعد سلسلة الإجراءات الملحوظة على الواقع. نطرق هذا الموضوع في بعديه القانوني والحقوقي، حيث نقارب معاً ومن خلال ضيوفنا الأكارم هذه الإشكالية من خلال هاتين الزاويتين، من أجل تأصيل ومقاربات علمية من منظار القانون وحقوق الإنسان. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذ المحامي جاسم سرحان، الأستاذ الحقوقي حسين رضيع عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، والسيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ستكون مدة الوقت لكل متداخل 15 دقيقة، وسينتقلون بشكل متتابع، وسأبدأ بالسيد هادي أو سأبدأ بالأستاذ حسين رضي، ومن ثم السيد هادي الموسوي، وبعدها الأستاذ جاسم سرحان، متمنيا على الإخوة لا يتجاوزوا الوقت المحدد ب15 دقيقة. تفضل سيد هادي، الكلمة لك. سيد حسين رضي تفضل. Okay.
بداية السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية شكرا لمنظمين هذه الفعالية التي تتحدث عن هذا الموضوع الكبير والشائك، ولربما كلنا نتفق بأن هذا الموضوع هو موضوع خطير جدا، ليس متعلقا فقط بقرار إسقاط الجنسية أو سحبها، وإنما مع التبعات وما سيتخلف بعد قرار إسقاط الجنسية أو سحب الجنسية من أضرار على الأشخاص، سواء بشكل مباشر على الأشخاص الذين أسقطت جنسياتهم أو بشكل غير مباشر على الأشخاص أو عوائل الأشخاص الذين أسقطت جنسياتهم. في البداية لابد أن نتحدث عن المواد والقوانين الدولية التي تسعى لحفاظ هذا الحق، والذي هو حق مكفول دوليا كما أنه حق مكفول محليا في الدستور البحريني والقوانين البحرينية، حيث تنص المادة 17 من الدستور البحريني ألف: الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ب: يحظر إبعاد المواطن عن الوطن، عن وطنه البحرين، أو منعه من العودة إليها، كما تنص المادة 15 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على لكل فرد حقا التمتع بجنسية ما. 2: لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفيا أو إنكار حقه في تغييرها. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي البحرين هي طرفا في هذا العهد وهي مصادقة على هذا العهد، يقول في المادة 24: يكون لكل ولد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة أيضا في اتخاذ تدابير التي يقتضيها كونه قاصرا. 2: يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى أسماء يعرف به. 3: لكل طفل حق في اكتساب الجنسية. وأما اتفاقية الأمم المتحدة لخفض حالة انعدام الجنسية، والتي هي يعني بشكل صحيح بأن البحرين ليس طرف في هذه الاتفاقية، ولكن من باب أولى احترام الاتفاقات الدولية والاتفاقيات الدولية، كون البحرين هي طرف في الأمم المتحدة وهي لديها علاقة تامة بالقوانين الدولية والعهود الدولية، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أيضا ينص ويسعى لتعزيز و يعني عدم حرمان الأشخاص من جنسيتهم. وهنا لدينا جانبين: لدينا الجانب الأول المواد والقوانين الدولية والدستور البحريني، والجانب الآخر هم الأشخاص والحالات الذين تضرروا من الإسقاط الجنسية والأشخاص المسقطة جنسيتهم، إن كانت بأحكام صادرة من المحاكم وإن كانت بقرارات فردية كما حصل في القرار التي صدر من وزير الداخلية. ولو تحدثنا عن إسقاط الجنسية التي حصلت بقرارات مثل مجموعة 31 كمثال، والتي أسقطت جنسيتهم عبر قرار من وزير الداخلية بشكل فردي، سوف نرى بأن هذا القرار هو مخالف للدستور البحريني المادة 17 التي ذكرتها قبل قليل، كما هو أيضا مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، وأيضا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 24، الذين كلاهما ينصون على لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي أو منعه من هذا الحق، وتعرض أي شخص إلى ما ذكرته هو يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما أنه أيضا مخالفا
للاتفاقية الدولية كما أسلفت سابقا، مخالفا لهذه الاتفاقية، كون البحرين ليس طرف في هذه الاتفاقية فهي ليس ملزمة بتنفيذ ويعني احترام والتزام بهذه الاتفاقية، ولكن كما أسلفت بأن يعني من باب أولى يكون هناك احترام لهذه الاتفاقية، خصوصا بأن هذه الاتفاقيات تسعى لصون وتعزيز حق الإنسان، والبحرين هي دائما ما تنادي باحترام حقوق الإنسان وأنها واحد لحقوق الإنسان، ولكن في المقابل يعني المقابل العكسي بأن هناك انتهاكات لهذا الحقوق التي تتبجح بها السلطة في البحرين. بعد الإسقاط الجنسية بشكل فردي وبقرارات فردية، لاحظنا هناك تحول من القرارات الفردية إلى العقوبات التي تصدر من المحاكم بإسقاط الجنسية، والتي شاهدناها في العديد من القضايا وقضايا مختلفة. وهنا نتحدث عن تحول الموضوع إسقاط الجنسية من مراحل القرار إلى مراحل العقوبات التي تندرج يعني وفق أو تحت شبهات المحاكم العادلة وسير إجراءات المحاكم في البحرين، حيث شاهدنا الكثير من القضايا لا تسير إجراءاتها بشكل سليم كما هو واضح، والتي لاقت المحاكم في البحرين العديد من الإدانات والانتقادات الدولية، كما وصفت منظمة Human Rights Watch بأن نظام القضاء في البحرين بأنه نظام ظالم، وكما وصفته أيضا المفوضة السامية آنذاك نافي بلاي بأن القضاء في البحرين هو أداة للاضطهاد السياسي وقمع المعارضين والانتقام منهم. موضوع إسقاط الجنسية يعني القرارات التي اتخذت في البحرين بالإضافة إلى الأحكام والعقوبات شكل لدينا نموذجين أو فئتين من الإسقاط الجنسية وسحب الجنسية. أعتقد بأن القرارات كانت هي التي يعني يوجد بها حالات من سحب الجنسية. المقصود بسحب الجنسية هم الأشخاص الذين يعني حصلوا على الجنسية وليس من الأصل، كما أن المواطنين البحرينيين يحصلون على الجنسية كونهم أصليين بالمواطنين أصليين، ولكن هناك أشخاص حصلوا على الجنسية كاكتساب والحصول فيما بعد كالمجنسين. وأعتقد بأن هنا مجموعة أو قائمة 72 الذين أسقطت جنسيتهم، هناك مجموعة منهم تندرج تحت فئة المسحوبية الجنسية، وهم الأشخاص الذين انضموا لداعش وما شابه من هذه الجماعات. هناك بينهم أشخاص بحرينيين وأشخاص غير بحرينيين، وهذه فتبقى الأشخاص البحرينيين هم تحت فئة المسقطي الجنسية، والأشخاص الغير بحرينيين هم تحت فئة المسحوبي الجنسية. إحصائية المسقطة جنسيتهم في البحرين، العدد الكلي حسب الإحصائية الموجودة هو 253 حالة إسقاط جنسية في البحرين، ولكن هناك أشخاص متضررين بشكل مباشر. هناك إحصائيتين للأشخاص المتضررين بشكل مباشر، أقصد بأن الحالات العدم متكررة، وحسب ما نشر في جريدة الوسط بأن الإحصائية الذي أسقطت جنسيتهم للأشخاص الغير متكررة أو الحالات الغير متكررة هم 245 شخص، بينما دائرة الحريات في الوفاق لديها إحصائية أخرى وهي 232 شخص. ولو تحدثنا هنا عن الإحصائية التي يعني نشرتها جريدة الوسط، سنلاقي بأن 245 شخص الذي أسقطت جنسيتهم بحالات الغير متكررة، وكما يعلم الجميع بأن هناك أشخاص أسقطت جنسيتهم بإحكام مرتين وأحكام ثلاث مرات، يعني هناك حالات متكررة في إسقاط الجنسية كمثال معتقل رضا الغسرة. الأشخاص المتضررين من إسقاط الجنسية وعوائلهم والأبناء حديثي الولادة والأشخاص دون السن 21،
يعني يعتبر الشخص دون 21 هو شخص غير قانوني، بينما الشخص واحد الذي يتعدى 21 هو شخص قانوني. لدينا عدة فئات متضررين من إسقاط الجنسية، هم الأشخاص نفسهم اللي أسقطت جنسيتهم، ولدينا عوائلهم بشكل غير مباشر متضررين من إسقاط الجنسية، ولدينا الأطفال وحديثي الولادة الذين هم عديمي الجنسية، يعني عندما تسقط الجنسية من الأب لا يستطيع الطفل الحصول على الجنسية كون الأب ليس لديه جنسية، وهي الحالات المشابهة للمعتقلين في البحرين عندما يعني تنجب زوجته طفلا وهو موجود في السجن لا يستطيع الحصول ابنه على جنسية إلا بعد معاناة وبعد يعني روحة وجية في المحاكم وفي كل الجهات المعنية بذلك حتى الحصول على الجنسية. وأعتقد هنا يعني ليس هناك وضوح في هذا القانون الذي يمنح الجنسية للشخص يعني حديث الولادة ووالده موجود في السجن أو لا، كون هناك حالات حصلوا أبنائهم على الجنسية وهناك حالات لا زالوا ينتظرون، فيعني بالتالي ليس هناك أي وضوح في هذه يعني القانون وهذه الإجراءات. فيبقى بأن يعني المسألة إسقاط الجنسية ليس متعلقة بقرار إسقاط الجنسية أو سقوط هذا الجواز، وإنما متعلقة بالأضرار التي ستتخلف بعد إسقاط الجنسية والمخالفات والانتهاكات الحقوقية التي ستترتب على الدولة في يعني بخصوص الأشخاص الذين هم لهم ارتباط بالأشخاص المسقطة جنسيتهم. وأنا أكتفي بذلك وأشكر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نشكر الإخوة المنظمين على إتاحة الفرصة لهذه الوقفة التي يراد لها أن تضع النقاط على الحروف في هذه المسألة الشائكة المعقدة، والتي أحب أن أبدأ يعني مداخلتي بدعوة للسلطات، حيث أقول أدعو السلطات لمراجعة قرارات إسقاط الجنسية من حامليها والتوقف عن المضي في هذا الإجراء لأن فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي. هذه الدعوة تهدف للحفاظ على سمعة مركز البحرين دوليا، وأيضا للحفاظ على حقوق المواطنين والمعالين إنسانيا، لأن كل إنسان تسقط جنسيته لا يتضرر لوحده وإنما يتضرر من يعي له. البحرين بمضيها في اتخاذ هذه الإجراءات تضع مركزها وسمعتها تحت ضوء الاهتمام الدولي في مجال حقوق الإنسان. لأنه قلما تتخذ الدول قرار إسقاط الجنسية بهذه السهولة التي تحصل في البحرين، ما يجعل البحرين بالفعل تحت طائلة النقد الدولي ويضعها تحت طائلة الاهتمام أيضا الدولي في ملف حقوق الإنسان، خصوصا أن إجراء إسقاط الجنسية من حاملها
ممن ليس له جنسية أخرى يجعل هؤلاء عديمو الجنسية، وعديم الجنسية هو محكوم عليه بالإعدام المدني. الإعدام المدني هو خلق الإنسان الاعتيادي الطبيعي الذي يتمتع بكل حقوقه المدنية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتربوية والصحية وكل شيء، يصبح شبحا، شبح. يعني حتى أنني أتساءل أحيانا، هؤلاء الذين تسقط عنهم الجنسية وهم يعيشون في هذا البلد، كيف يمكن توجيه تهمة لهم؟ لأنه إذا ذهب إلى مستشفى لا يجد اسمه، إذا ذهب إلى مؤسسة حكومية لا يجد اسمه، إذا ذهب إلى أي مكان هو ليس موجودا أصلا بالافتراض. كيف يمكن لهذا أن توجه له تهمة؟ يجب أن نوجهها لشبح أيضا، يعني نتركه على جانب ونتخيل أن نوجه تهمة إلى، لأنه لا يستطيع حتى يقول أنني فلان. هذا تناقض، وهذا فيه إجراء تعسفي ظالم وليس منتهكا للقانون، وإنما محتقرا لطبيعة الإنسان. إن إجراء إسقاط الجنسية من الإجراءات التي ضيق القانون الدولي العادل نطاق استعماله لكونه إجراء ينطوي على انتهاك صريح. إعطاء الجنسية ماذا؟ هو شيء معنوي، يعني إعطاء الجنسية هو ليس إعطاء مال، أو التمتع بالجنسية هو ليس أمرا ماديا يمكن أن ينتفع به الإنسان في التعاطي أو يخسر بفقدانه. منح الجنسية هو أمر تنظيمي لاستقرار الفرد ذاته ولاستقرار المجتمع، تبعاته، من يعيلهم، من يتعامل معهم. يعني حتى من أتعامل معهم من سائر الناس يجب أن يعرفوا بأنني أنا مثلا لي هذه الهوية، أحمل هذا الرقم، أنا شخص قانوني واضح يمكن أن يقاضيني أو يمكن أن يتابعني يشتكي علي في فيما لو قمت بالتجرؤ عليه. أما إذا فقدت الجنسية كما قلت لكم أصبح شبحا. دعوني أقول لكم بأن كل ما يقال أن كل ما يمكن أن يقال أن القانون المحلي في البحرين وخصوصا قانون الجنسية الذي أسس أو يعني قنن في الستينات، بداية الستينات، بحاجة إلى مواءمة مع كل الاتفاقيات الدولية التي جاءت من يعني بوتقة العقل البشري، الضمير البشري، الخبرة البشرية المحايدة غير المنحازة إلى نظام أو إلى طبقة أو إلى نوع أو إلى أصحاب مصلحة. هذا القانون يحاول أن يكون متجردا لصالح طبيعة الإنسان بذاته، بالذات القوانين التي تم تعديلها مؤخرا بعد 2011 في 2013 و2015، وحتى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وما إلى ذلك، والذي هو في واقع الأمر يتصل بطريق غير مباشر في الإضرار
مركز من يحمل الجنسية. هؤلاء هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة، إلى تمحيص، إلى تدقيق، إلى أن توائم القوانين سواء الاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين أو حتى تلك التي لم تصادق عليها. نحن نعرف بأن كل التجارب التي تمارسها البحرين في كل الصعد دائما ما تقول نحن نستفيد من تجارب الآخرين، نحن نستفيد من هذه الدولة في هذا البرنامج، من سنغافورة في التعليم، من اليابان في كذا، من ألمانيا في كذا. هذا القانون الدولي حتى وإن لم تصادق فيما ذكر الأخ حسين عن الاتفاقيات المتعلقة بالجنسية، حتى وإن لم تصادق عليها مملكة البحرين، احترامها لأنها في واقع الأمر جاءت من أجل الإنسان. فإذا أردت أن تشرع محليا شيئا يتعلق بحق إنسانك في هذا البلد، يجب أن تستفيد من هذه التجارب وتقنن وتحدد وتعاقب وتثيب قانونا وفق هذه المحددات، حتى لا تحيف ولا تخرج ولا تميل إلى ما يعود على مواطنيك بالمصلحة. حق الجنسية هو حق مزدوج للسلطات، حق أن تسقط الجنسية، هذا ليس أمرا، حتى القانون الدولي يقول بإسقاط الجنسية أو بسحبها، إسقاطها عن من يتمتع بها من أصله باعتبار أنه ابن هذا البلد أو ذاك، وسحبها ممن لديه جنسية أخرى وتمتع بها في يوم ما فتسحب منه. القانون يؤكد على رفض الإسقاط، السحب يخففه لأنه يعتبر أن لديه جنسية أخرى يمكن أن ينزع إليها أو يعتمد عليها أو يميل أو يستفيد منها. أما من ليس له جنسية فإنه يضيق، وإن كان حقا للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تسقط الجنسية، ولكن في نطاق ضيق وليس بطريق الإسفاف وليس بطريق يعني التتابع يعني اعتبار المسألة في غاية السهولة أن أسقط الجنسية عن فلان أو علان. ثم أن إسقاط الجنسية إذا كان فيه عقابا فإنه من إذا كان يعتبر عقابا فإنه من أنواع العقاب المتعدي وليس يعني المرتكز على المعاقب. حينما تسقط جنسية فإنها لا تقع على فقط من أسقطت عنه الجنسية، هذا إذا قلنا بقانونيته وسلامته وعدالته وتعينه مثلا في حالة الخيانة العظمى، فإن إسقاط الجنسية تتعدى إلى كثير ممن يتعلقون بمن تسقط جنسيته، كما هو حق للدول وللسلطات فيها أن تسقط الجنسية، هو أيضا حق لكل مواطن على كل أرض أن يتمتع بالجنسية. فكأنما الخيط بينهما رفيع جدا جدا، ما يعني أن سهولة تجاوزه حينما نكون غير دقيقين، وما يفترض هو أن ما يفترض على السلطات حينما تأخذ قرار إسقاط الجنسية أن تكون حذرة ومتوخية للعدالة في أعمقها وجوهرها، حتى يكون قرار إسقاط الجنسية قرارا صائبا، وكأنما تقول لأحد ضع يدك في الماء ولا تتبلل. هي مسألة صعبة جدا، اسقط الجنسية ولكن حافظ على عدالة القرار. هذا ينبغي أن يكون حالات فردية، 2، 5،
من 2012 إلى الآن 253 حكم وقرار، حكم وقرار. المتضررون كما ذكر الأخ حسين 232 شخص ممن كان يحمل الجنسية بالأصالة أو بالتجنيس، هذا رقم عالي جدا، والحبل على الجرار. نحن لا نعرف إلى أي رقم سيصل أمر أو حالات إسقاط الجنسية. في البحرين أسقطت الجنسية وسحبت أيضا إما بقرار من وزير الداخلية وصدور مرسوم بذلك، أو من خلال حكم قضائي، وكلا الحالتين يمكن الطعن عليها بعدم دستورية هذا الإجراء. تعالوا خلنا نشوف إذا أراد أحد أن يطعن، أول ما يروح يقول لي إحنا ما مسجل اسمك عندنا، وإذا تم تجاوز هذه النقطة فإن الإجراء يكون مطول إلى درجة لا يستدعي إطلاقا. يعني قد يطول الإجراء في أن شخصا متضرر ب5000 دينار أو 10000 دينار وهو يملك 100000 دينار، بس أن يتضرر لأنه ليس لديه ما يثبت شخصيته القانونية، هذا لا ينبغي أن يأخذ هذا الوقت. وكل المراقبين الدوليين يعتبرون أن في هذا تقصير في إيقاع وإحقاق العدالة. إسقاط الجنسية مسألة ليست متروكة لتقدير أي جهة مطلقا، لا، متروكة للقانون الذي يسن على أساس قاعدة الإنسانية والمنطق وتجارب الإنسانية، بحيث يصبح هذا القانون محل احترام لكل طرف من أن ينتقده محليا أو دوليا، فقط للقانون الذي أنا انتهت 15 دقيقة، يمكن أحتاج إلى دقيقتين، خليت 15 دقيقة وانتهت. القانون الذي تقل حوله الملاحظات والنقد والطعن، نعم. أما أن يترك للتقدير الشخصي من فلان أو جهة أو طرف، إسقاط الجنسية مسألة ليست متروكة لتقدير أي جهة مطلقا، وإنما هي حق ثابت وأساس لأي إنسان على أي بقعة جغرافية لها سيادة على أراضيها، يحق لها بناء على هذا القانون الرصين. الدستور البحريني، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين تتعارض مع إجراءات إسقاط الجنسية، ما يعني أن إسقاط الجنسية مطعون عليه دستوريا ومن ناحية الالتزام بالقانون الدولي. هناك 3 اتفاقيات، اتفاقية خفض حالة انعدام الجنسية ليست مصادقة عليها مملكة البحرين، واتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية اللي كانوا عندنا احنا نسميهم البدون، واتفاقية جنسية الأشخاص في حالة خلافة الدول. يعني تخيلوا أن قيمة معنى أن يتمتع الإنسان بجنسية تناقشها حتى حالات الانفصال التي تحصل بين الدول أحياناً. يعني إذا كانت هناك دولة وانقسمت إلى دويلات، أصبحت الجنسية الأولى لم تعد لأولئك الذين أصبحوا منفصلين، تعالج هذه المسألة على تلك الدولة المنفصلة، يجب أن تعالج مسألة تمتع هذا. فإذا المحور هو الإنسان وكرامته وقيمته واستقراره وحياته، أما أن أتمتع بجنسية وبين عشية وضحاها
وبعض من أسقطت عنهم جنسية لم يتم التحقيق معه مرة واحدة في حياته، بعض من أسقطت عنهم جنسية لم يدخل مركزا، بعضهم لم توجه له تهمة، بعض أولئك لا يعرف هو لماذا أسقطت أصلا جنسيته. فأين كيف لك أن تدافع أو أن توضح؟ نحن سئلنا دوليا قالوا لنا ما هي خلفية إسقاط جنسية، قلنا لا نعرف، لو كنا نعرف بصدق لقلنا لكم. قالوا بأن هناك يعني ادعاء من السلطة بأنها تهدد، بأن هؤلاء يهددون أمن البلاد وأن ليس لهم التزاما بواجب الولاء للدولة وما إلى ذلك. قالوا بالنسبة لواجب الولاء للدولة هناك تصريح واضح من الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له بأن هذا ليس سببا داعيا لإسقاط الجنسية. ما يعني أن ما تعتبره أنت في دولتك أو في مؤسستك أو في إقليمك أو ما إلى ذلك وليس على مزاجك، وإنما هناك محددات للعدالة الدولية. إسقاط الجنسية في أي مكان يعد تنفيذ إعدام للحالة المدنية للشخص عندما يتحول إلى عديم الجنسية، لأن هناك من تسقط جنسيته ولكن ليس لديه جنسية أخرى. لكل دولة الحق في إسقاط الجنسية بناء على محددات المعايير الدولية العادلة، وحين الإفراط في استهلاك إجراءات إسقاط الجنسية سيتأكد تحقق التعسف والعصف. دعوني أقول لكم أن التوقف عن إسقاط الجنسية سواء من خلال القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو حتى من الأحكام التي تصدر من المحاكم هو أنجى لسمعة البحرين وأصلح لمواطني البحرين، حتى تحمل الدولة المشرعة فيها وهو المجلس النيابي لأن يقوم بواجبه لوضع قانون يحترم كل الأطراف في مسألة إسقاط الجنسية. عندها سيكون موقف السلطات في إسقاط الجنسية بعد احترام القانون ليكون القانون محترما، عندها سيكون ذلك أمرا مسوغا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على القائمين على هذه الندوة، وتعقيبا على ما ذكر الزميلين من حيث المواثيق الدولية، فإن على البحرين أن تتقيد بالمواثيق الدولية كونها هي موقعة على بعض المواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصا بالنسبة إلى منح الجنسية والحظر من تحريم أو من تجريد أصحاب الجنسية البحرينية. وكذلك يجب علينا أن نسلط الضوء حول القانون الذي ينظم الجنسية البحرينية، حيث أن في تاريخ البحرين لا يوجد هنالك إلا قانونين قد صدر حول الجنسية، وهو قانون عام 1937. وعند دراستي لهذا القانون وجدت فيه حقيقة بأنه يقيد حرمان الجنسية البحرينية من أصحابها، ولم يذكر حتى الخيانة العظمى التي عادة ما الدساتير العالمية قد تقضي بذلك في حالة ارتكاب أي خيانة أو الدخول إلى خدمة عسكرية معادية للدولة التي ينتمي إليها فتسقط جنسيته في هذه الحالة. أبدي بس مقدمة بأن دساتير الدول تولي أهمية بالغة للجنسية للفرد ذاته وللدولة نفسها، والجنسية
طبعا عرفها فقهاء وكذلك القضاء بأنها رابطة أصلية بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، إذ إن لكل إنسان الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز أن يحرم منها تعسفيا. وقد بلغت أهمية الجنسية بالنسبة للفرد مكانة كبرى باعتبارها حقا من حقوق الإنسان لا يقل عن الحق في الحياة والحق في الحرية. وذهب فقهاء القانون إلى القول بحق أن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتميا منذ لحظة ميلاده وحتى وفاته لدولة ما. ولما أذكر بأن الجنسية ذات أهمية للفرد لأن الجنسية دائما ما هي تعتبر المعيار بالنسبة للتمييز للوطني من الأجنبي، فيتمتع عادة الوطني بحقوق سياسية كحق الترشح وحق الانتخاب وحق تقلد الوظائف الرئيسية، وهذه الحقوق هي فقط إلى الوطني دون الأجنبي. وكذلك للوطني له حقوق مدنية كتملك العقارات والأراضي، وهذا خلاف الأجنبي. وإن أعطى للأجنبي بعض هذه الحقوق لكنها مقيدة. أيضا أهمية الجنسية بالنسبة للإنسان فهي تعطي له الحق في الدولة أنها تتابع حقوقه، وإن كانت سواء داخلية أو دولية فهي تتدخل دبلوماسيا، وأيضا تقوم برفع دعوى بالنيابة عنه سواء خارج البلاد بالذات. الدستور البحريني كما ذكر حسين زميلي بأنه ناط بالقانون وحدة تنظيم الجنسية البحرينية وفقا لما نصت عليه المادة 17، حيث تقضي هذه المادة الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. قانون الجنسية نظمها المرسوم بقانون عام 1963، وكيف بعض قوانينه في كيفية كسب الجنسية. هنالك حالات ذكرها حتى نعرف بأن المشرع البحريني هل تقيد بالمواثيق الدولية من عدمه. نقرأ بعض المواد وهي كيفية كسب الجنسية تكون عادة إلى وفقا إلى المادة الثالثة التي ذكرت بأن كل من يحمل الجنسية في عام 1937 فهو بحريني. هذه المادة مطابقة إلى المادة اللي هي في القانون المصري اللي يقول عنها الجنسية التأسيسية، حيث كانت جمهورية مصر العربية تخضع إلى الدولة العثمانية وانفصلت منها في عام 1914، فيعتبرون في خلال هذه الفترة هم المصريون المؤسسون للدولة. فأخذ القانون عام 1937 بأن كل من يحمل الجنسية في هذه الفترة فهو بحريني. أيضا أعطى القانون عام 1963 ما يسمون بالجنسية بالسلالة، وهم الجنسية اللي هم الأصليين اللي هم ينتمون إلى آبائهم عن أبا عن جد.
كذلك أيضا أعطى القانون عام 1963 البحرينيون بالولادة اللي هم مجهول الأبوين واللقيط، فأي شخص يولد على إقليم البحرين وهو مجهول الوالدين فإن الدولة ملزمة بإعطاء هذا الولد مفقود الأبوين بالجنسية، وكذلك أعطت اللقيط الجنسية البحرينية ما لم يثبت العكس بأنه ينتمي إلى أب أو أم. أيضا أعطى في المادة السادسة من قانون عام 1963 البحرينيون الذين يسمون بالتجنس وهي التي تمنح من الملك. هنالك حالات تجريد الجنسية البحرينية وفقا لهذا القانون، هناك ثلاث حالات حددها القانون: السحب والفقدان والإسقاط. عادة ما تكون سحب الجنسية تسري على المجنس إن صح التعبير، وهذا وقرار السحب دائما يكون بدون إرادة المتجنس، فعلى سبيل المثال أن يمنح إلى متجنس ثم يكتشف بأن المعلومات التي أعطاها إلى السلطة التنفيذية معلومات خاطئة أو هنالك محررات مزورة أو غش، فهنا يحق إلى الدولة سحب جنسيته. ومن آثار السحب يكون على الشخص الذي المراد سحب جنسيته وكذلك أولاده أو ممن أعطيت جنسية بناء على المنحة التي أعطيت لهذا الشخص. الفقدان وهي عادة أيضا تعطى أو تفقد الجنسية بإرادة هذا الشخص، فعلى سبيل المثال إذا تنازل حامل الجنسية عن الجنسية البحرينية وتجنس بجنسية أخرى. حالة ثالثة وهي الإسقاط وبينتها المادة العاشرة وذكرت تلك الحالات وأجازتها بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وإسقاط الجنسية في هذه الحالة تتم لأسباب لا ترجع إلى إرادة حاملها. هنالك أيضا ثمة حالة أضيفت إلى حالات إسقاط الجنسية وردت بالمادة 24 مكرر من قانون ما يسمى بالإرهاب، ويعطي للمحكمة عقوبة إضافية على من تثبت بحقه جريمة الإرهاب وهي إسقاط الجنسية. وأيضا ذكرت هذه المادة أنه لا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد. من خلال هذه القراءة وجدت بأن المشرع البحريني في حالات تجريد الجنسية قد توسع خلافا لما نصت عليه الدساتير المتمدنة والمواثيق الدولية، فلم يكتفي بإسقاط جنسية من يرتكب الخيانة العظمى بحق الدولة، وإنما أجاز إسقاطها بناء على عرض وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء في حالات أوردها القانون دون تسبيب. لاحظنا في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية أو من مجلس الوزراء بأنه يصدر إسقاط الجنسية لحامليها دون تسبيب ودون إخطار مسبق للفرد المراد إسقاط جنسيته وإعطائه مهلة محددة لتصحيح أوضاعه والدفاع عن نفسه حول الواقع المنسوبة إليه ودحضها قبل إصدار المرسوم بتجريد من جنسيته. كما أعطى المشرع البحريني السلطة التنفيذية
في إسقاط الجنسية سلطة تقديرية مطلقة حسب ما قرأناه من خلال المشرع البحريني، أعطى السلطة التنفيذية سلطة مطلقة خلافاً لما يقضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن حق الدول في أن تقرر رعاياها ليس حقاً مطلقاً، وإنما يجب على الدول بصفة خاصة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، وهو القيد الذي يجب على المشرع البحريني أن يلتزم به، وهو قيد المواثيق الدولية. ونورد حكماً قضائياً أصدرته المحكمة الكبرى الإدارية في دعوى أقامها أحد الأفراد المسقط جنسيتهم، ورد في حيثيات حكم المحكمة ما يلي. هذه العبارة جاءت نصاً من حيثيات الحكم الذي يدلل على صحة ما ذكرناه بأن المشرع أعطى للسلطة التنفيذية سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة عليها حتى من القضاء. وذكر في حيثيات هذا الحكم إن هذه القرارات الأخيرة، ويقصد بها قرارات التي أسقطت جنسيتهم، مما يتصل اتصالا وثيقا بمسائل الأمن القومي والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها. وهذا ما يعني نجده ونتلمسه من المحكمة في المسائل أو في القضايا التي تتعلق بالشأن العام، دائما ما يذكر لنا بالمصادر السرية، وممنوع لا على النيابة العامة ولا على الدفاع ولا حتى على قاضي محكمة الموضوع أن يعرف من هم المصادر السرية. يأتي هذا الحكم يطبق أيضا هي المصادر السرية في أن هذه القرارات التي تصدر من وزير الداخلية أو من مجلس الوزراء بأنها تعتبر من الأمن أو من مسائل الأمن القومي والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها، يعني ما يذكر حتى سبب في حالة من أسقطت جنسيته. وللأسف الشديد ابتنى الحكم حيثياته على أسس تناقض حتى أبسط قواعد الإثبات القانونية والقضائية التي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. هذه قاعدة قانونية وقضائية، من يدعي بأمر ما ضد فلان فعليه هو عبء إثبات من يدعيه، وعلى المدعى عليه التخلص منه. أيضا في بالنسبة إلى قرار وزير العدل أو مجلس الوزراء الذي يأتي بمرسوم ملكي، ينبغي على السلطة التنفيذية أن تثبت بأن هذا الشخص قد على سبيل المثال أضر بمصالح الدولة أو أنه ليس له ولاء، ولازم أن تكون هنالك أدلة مادية ثابتة وقطعية ومقنعة. ونضيف إلى أن المشرع البحريني أعطى للقضاء سلطة إصدار حكم جنائي بإسقاط الجنسية البحرينية لمن تثبت بحقهم جرائم الإرهاب كعقوبة إضافية. أعطى أيضا من ضمن حالات إسقاط الجنسية التي ذكرت في قانون 63 في المادة 24 مكرر في قانون ما يسمى بالإرهاب، في حالة إذا صدر على المتهمين بقضايا الإرهاب أن تسقط جنسيتهم كعقوبة إضافية. ونظراً لتوسع المشرع البحريني في حالات تجريد الجنسية البحرينية من سحب وفقدان وإسقاط، ولعدم التقيد والالتزام بالمواثيق الدولية بشأن حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، تراجعت البحرين في مجال حقوق الإنسان بدليل إصدار قرارات إدارية لعشرات المواطنين المبنية جنسيتهم أو المبنية جنسيتهم على حق الدم في وقت قصير من تعديل القانون وإصدار أحكام قضائية بإسقاط جنسياتهم كعقوبة جنائية لأفراد بالجملة. لاحظنا
بأن قضية واحدة تصدر على عشرات في خط قلم بإسقاط جنسياتهم على تهم تتعلق بالشأن العام. ونقول بأن على المشرع البحريني أن يتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقضي بأن الحق في الاحتفاظ بالجنسية يتطابق مع حظر الحرمان التعسفي من الجنسية. كما يعني في هذه العبارة طالما أن البحرين قد وقعت على مواثيق دولية يتعين عليها أن تتقيد قدر الإمكان وأن تقيد في مسألة تجريد الجنسية لحامليها، ويجيز في نهاية المطاف ويحضر على السلطة التنفيذية سلطة إصدار قرارات إدارية مطلقة بتجريد الجنسية. وفي رأينا بأنه يعطي للملك أو إجازة إسقاط الجنسية البحرينية بمرسوم ملكي في حالة ثبوت ارتكاب الخيانة العظمى للدولة، وأن يصدر حكم جنائي بات في حقه. وشكراً.